حياكم الله سادة المشاهدين وصبحكم الله بالخير. حلقة جديدة تأتيكم من السومرية وإذاعة السومرة في أم برنامج ناس وناس يجوب شوارع وطرقات العاصمة الحبيبة بغداد وبقية محافظات عراقنا العزيز. اليوم حلقتنا راح تكون في واحدة من أهم الأسواق في العاصمة بغداد، تحديدا في جانب الرصافة. نتحدث عن سوق بغداد الجديدة لبيع الخضروات. هذا السوق يقع في القرب من مرآب بغداد الجديدة العام، وأيضا أغلب مناطق العاصمة وسكان مناطق العاصمة توجهون إلى هذا السوق. يعني يكون يوم خاص للتبضع، أو بقية أيام الأسبوع هي تكون خاصة للتبضع، وأيضا يحتاجوا بالأمور المنزلية الأخرى لرخص أسعاره لقربه أيضا من المرآب أو جراج بغداد الجديدة. قبل ما نباشر بحلقتنا لهذا اليوم، وضعت الزحامات المرورية لا تزال حاضرة. أغلب المناشدات تصلنا اليوم من قبل المتظاهرين فيما يخص المفسوخة عقودهم من قبل وزارتي الداخلية والدفاع. البعض يعني تحول إلى الفاحصين، بعض الآخر ينتظر. هذه المشاكل الأخرى لربما هي تخص قانون الموازنة، نتمنى أن يكون أكو توضيح من قبل الجهات ذات العلاقة، سواء كانت من وزارتي الداخلية والدفاع أو العمليات المشتركة، لكي يرفدونا بالأخبار اللي تخص هذا الموضوع. اليوم حلقتنا في هذا المكان، راح نتجول ما بين أصحاب البسطيات، أصحاب المحال التجارية، نتحدث وياهم عن ما يخص اليوم عملهم ضمن ناس وناس، ضمن الحلقة على مدى 40 دقيقة أو 45 دقيقة ضمن هذا اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يساعدكم. حبيبي. شلون أخوي؟ شلونك تقضي؟ سوالف لي شلون السوق اليوم؟ السوق هذا شغلة. شغلة. عجبك فارق؟ كل يوم يا فارق؟ لا لا، بس هذا الأيام لأنه زرع صعد. نعم، الطماطم عندك الإيرانية الكيلو مالها باللي على 1100. يعني راح تضطر تبيعها ب 1400. نبيعها ب 1400 ما تنباع، نرجع نبيعها ب 1000 لأن المواطن ما عنده مين يجيب. راح تخسر بالكيلو 100 دينار. نعم، شو تسوي؟ المواطن ما عنده خطية، مين يجيب المواطن؟ انتهى الموسم العراقي مال الطماطم. لا هسه حاليا راح تنزل طماطم مال كربلاء. نعم. تنتظرون انتم محافظة بعد أخرى ينزل الموسم. إيه تنزل طماطم مال كربلاء تصير 750 ب 500. شنو سبب هذا الارتفاع اللي وصلنا له؟ والله هي مو بس الطماطم، الطماطم عندك والبتيتا والبصل، لان ماكو انتاج عراقي، ماكو. عندك الحدود الايرانيه مطر، ايران مطر، مين يجيك بعد البضاعه الايرانيه؟ احنا لو مو والله وايران الزرع يصير نار كبره. زين، القابليه الشرائيه بعد ارتفاع سعر الاسعار كانت السبب انه بالفتور اليوم اللي دا نشوفه، يعني انه الناس قلت مشتراها. اي شات اقول لك رحمه ابوك، البصل ب 1000، البوتيتا ب 1000، الطماطم ب 1500، اسود ب 1000، مستر بعد مين يجيب؟ هذا كيلوان كيلوان كيلوان، هذا بس مخضر ب 10000، باقي الفواكه اللحم مو زين. شلون راح تقدرون تطلعون قوت يومكم، خصوصا انت وراك ايجار وراك نقليات؟ والله يا اخوي اذا واحد يحسبها نقعد ونسكت، احنا شو نقول؟ على الله. على الله. نعم، هذا الرجال عندنا عامل، ذاك عامل. يوم هيك يوم يتم 15000 كل واحد. لازم هاي التعب. ابو المحل او وقوت يوم يسوي يعني. وبعد ايش عندك؟ حبيبي. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ حبيب الله. حياكم الله. الله يقول حيلك. السوق اليوم فارغ ايش عجبك؟ هذا السوق شغل. ولا بيع ولا. بالمناسبة مو بس يمكم. مناطق الأخرى يوم أمس كنا بحي العامل هماتين نفس الحالة، هماتين اكو فتور. بس نريد نسأل شنو سبب هذا الفتور؟ الناس بطلت تشتري لو اكتفت لو شنو؟ فلوس ماكو، شغل ماكو. فلوس ماكو؟ نعم. من الصعدة هم الورق والحد الآن ماكو، بعد صارت حركة. ماكو حركة. طيب أنتم كأصحاب محال تجارية مجبورين إنه تدفعون إيجاراتكم، تدفعون مصاري. بس إحنا علينا إيجارات، وإحنا ندفع بالسنة قفلية بحت، والإيجار بحت. منين إحنا راح نجيب؟ شغلتكم نظامية هنا مرتاحين. إيه إحنا هنا مرتاحين، يعني ولا تجينا حكومة ولا بلدية. لأنه أنتم شغلتكم صارت نظامية. إيه إحنا شغلتنا هنا نظامية بس. مو أفضل من حال أصحاب البسطيات اللي بالعرصيف اللي دي حاسب. الرصيف لا والله أحسن. ليش؟ هذاك يبيع ويخلي بجيبه ويروح. بدون ما يدفع إيجار ولا سحب عده ولا عده ست قفلية، كل شيء ما عده. بس انتم متحملين ذني كله؟ احنا نعم متحملين هاي المصاريف كلها، وماكو سوق وهذا الشارع شوله. عجب يعني؟ ماكو سوق. يعني بضاعكم مرتفعة اسعارها، انتم تبيعون غالي؟ شوية صاعد هسه حاليا. كله صاعد؟ كله. الطماطم اليوم ب 1400 ب 1500.
بصل. انت تحكي عليه بس مستورد ماكو محلي؟ ولاكو محلي، هم خلوه محلي، ما خلوه محلي. الباقة والقيعان باقوها وقطعوا عليهم الماي والباعة والقيعان. أزمة تصحر يعني، حتى وزير الموارد المائية أشار إلى أنه 40% من أراضي العراقية هي اليوم تعاني تصحر. ماكو عمي، ولا خلوا قاع ولا كل شيء، ما خلوه. الشعب انتهى بيما تعاش. شارع عندنا بيحة رصيف، يلا صار ما 23 سنة سووا سووا، حس احنا خلنا نقعد ونسولف. سووا لنا شارع، سووا مستشفى، سووا مدرسة. عمي شنو ذول؟ كل شيء ما سووا. ناس نشالة وجوين من برا، من وين هات ما يعرف ملكيتهم؟ انت تدري بيش قد شارع احنا ما عندنا بيحة. تيل هاك شوفها هالسادة كيف متيال، شو بشو شو هذا التيل بالعاصمة بغداد يا بابا، وبأرقى منطقة جديدة. ايه تطلب شوية اللي غاد شوارع ماكو. وين ساكن جنابك؟ والله هنا بالبلديات. بالبلديات شلون الخدمات يومكم؟ ماكو اي خدمات، ماكو ابد. صار لكم ايش قد ما فايت لكم التبليط؟ والله احنا بلطونا قبل احنا 18 سنة وتحفر هسه تبليط وبق. انتخبنا وصوتونا واحنا نسوي كل شيء، ماكو كله كذب كذب حكي. حبيبي الحمد لله اخوي، شكرا لك. تعليم حبيبي نكمل اليوم حلقتنا ناس وناس ضمن هذه المنطقه، ضمن بغداد جديده واسواق بغداد جديده. راح نستطلع اراء المواطنين عن احوال السوق اللي موجودين هنا، شلون الناس عايشه خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار، في ظل غلاء المعيشه اليوم اللي احنا نشوفه واللي ايضا نلمسه ما بين وقت واخر، وايضا نسلط الضوء على مشكله الغلاء الاسعار اليوم اللي احنا دا نعيشه واللي دا نشوفه ضمن منطقه بغداد جديده على اقل تقدير، واللي اليوم هي تعاني من غلاء الاسعار بالنسبه للمواد الغذائيه وغيرها من الاحتياجات الخاصه اللي احنا نمر بها. السلام عليكم. السلام عليكم حجينا. اهلا عيني. شنو الاخبار؟ شنو الاخبار يعني؟ عاد اسالك شلون السوق اليوم؟ والله انا مو من اهل السوق، انا دا اسوق. جاي تسوق؟ جاي دا اسوق. غالي رخيص السوق؟ لا يعني زين. زين مناسب. زين يعني. يقدر الفقير يشتري على هذا الاسعار؟ والله احنا ما نقدر نهزم، لان هم المسؤولين يعني عن السوق. فعلا؟ ايه. بس احنا سالنا اصحاب البسطيات يقولون هي غاليه من المصدر. ايه هي غاليه من الاساس يعني، من الاساس. ايه. وبالتالي هم متحملين. ايه ايش تسوي يعني؟ اللي عنده يشتري. ايه اللي عنده يشتري. شو يشتغل عمو؟ اني؟ والله قاعد هسه قاعد اخذ راتب من الرعايه والولد يعاونوني. هذا هو قد راتبك من الرعايه؟ 200 الا شويه، 170. 170؟ ايه. تكفيك هاي ال 170؟ لا مو الولد يعاونوني، ينطوني حوالي بال 400 300 اولادك. وانا والزوجه ما عندي حدا. الله يحفظها. رد عليه. الله يسلمك. الله ان شاء الله يحفظ. الله يخليك عيني. ايش تحتاج احنا ولدك؟ لا لا نشكرك ان شاء الله ما نقصرك. شكرا. ممنونين ممنونين ممنونين. نكمل اليوم حلقتنا ضمن بغداد جديدة. السلام عليكم. اليوم هذه الأسواق هي واحدة من الأسواق النظامية اللي موجودة ببغداد جديدة، وأغلب الناس هي ترتاد هذه الأسواق خلافا على الأسواق الغير نظامية اللي موجودة على قارعة الشوارع والطرقات، لربما اللي هي تعاني من دائما حملات الإزالة من قبل دوائر البلدية اللي موجودة هنا، واللي أغلب الناس ممكن أنه تتجول بها أو تشوفها او حتى انه تتبضع من عندها. بالاضافه لكل ما ذكرنا، هذه الاسواق هي قريبه من مرآب بغداد الجديده، وبالتالي اغلب الناس قبل ما تغادر منازلها انه ممكن تتوجه لهذه المنطقه او تسوق او تشتري اللي تريده. السلام عليكم. شلونك حجينا؟ وسهلا. الحمد لله وشكرا. من قناه سومريه برنامج ناس وناس. اريد اسالك شلون المسواق اليوم؟ والله هو ثابت تقريبا. ثابت. ما بي تغيرات. شنو الاسعار هنا مناسبة؟ مناسبة زينة. مناسبة. يقدر الفقير يشتري؟ لا سهلة بها، هو هم كيفه، اكو رخيص اكو رخيص حسب وكرا. حسب قدرته اول الشراء. نعم. جنابك ساكن بغداد جديد؟ شنو الخدمات يمكن بغداد جديد؟ والله بصراحة تعبانة، خاصة النظافة. النظافة؟ اي تكرم الازبال وين ما كان. يعني راح تولد لنا مشاكل مثل مشاكل البيئيه، وباضافه الى تكرم الحيوانات. صحيح، هي هاي الكلاب السائبه والقطط منتشره بالازبال. زين
رحت لدائرة بغداد الجديدة، يعني البلدية بغداد الجديدة؟ والله هم موجودين قبل ما يشوفوها، هم قدام عينهم يوم يجون. هسه صار السيارات تنقل النفايات شوية شوية، خفت من هذا. اكو معالجات تتوقع؟ والله ان شاء الله لا، هاي الحكومة جادة. أنا الموافقين سلم جزيلكم، الله يوفقك. السلام عليكم، شلونك؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ كراه. كراه، حلو اسمك كراه. شو تشتغل هنا؟ عربانة وعلالي. عربانة وعلالي، زين. والمدرسة شلون؟ بس الشنة قعدت صف سادس. الشنة ليش قعدت؟ حوالنا يعني شوية، ما راتب ما مجال يكفي. ما دا يكفي؟ ايه، اشتغلت انا واخوي. انت واخوانك؟ يعني ثلاثتكم عفتون المدرسة؟ لا، بس احنا اثنين عندنا، بس هالسنة قعدنا. بس هالسنة. زين ناوي تكمل؟ ها؟ ناوي تكمل ورا هاي السنة؟ يعني المدرسة؟ ايه؟ ايه. اكيد؟ اكيد. مشتاق لها المدرسة؟ ايه. تتمنى لو هسه بالمدرسة؟ صح. ايه. خصوصا ايش وقت الدوام يمكن بالحاسة الثالثة، صح؟ ايه. تتذكر هذا اليوم؟ ايش قد تطلع اليوم بالعربانة؟ ايش قد تطلع؟ في اليوم 10 5. تكون فيكم بالبيت؟ نعمة. نعمة. الله يديم هاي النعمة عليك. شكرا لك. ممنون. شوف احنا دائما لما يعني نسلط الضوء على موضوعة الاطفال وعمالة الاطفال وشغل الاطفال بالاسواق، نركز على هذا الموضوع خصوصا انه بدل ما يكون مكانهم المدرسة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ الحمد لله. قواكم الله. هلا عيني. شلون الشغل اليوم بس؟ لسه يعني الحركة لسه. جنابك من جمهورية مصر؟ ايه ان شاء الله. شرف بيك. الله يصلح عليك. شلونكم وشلونها مصر؟ والله تمام الحمد لله. تمام. شلون الشغل هنا بالعراق؟ والله هي كويس، بس هي الحاجة غالية اليومين دول، حاجة كل حاجة صعبة. ايه كل حاجة صعبة، حتى الخضرة صعبة، كل حاجة. فبضطر احنا برضو تشتري غالي تبيع غالي. صار لك كم سنة بالعراق؟ بقالي 3 سنين. 3 سنين. ايه. سوالف لي، شنو الفرق ما بين مصر والعراق يعني من ناحية المعيشة؟ والله هي في كل حتة الحاجة غلت، حتى في مصر غالية برضو، هنا غالية، في كل حاجة الأسعار كلها غلت. هنا بالعراق يعني ايش عجبك؟ جيت شغل متوقف بمصر او قليل بمصر؟ لا بس فرق العمله، بس فرق العمله. اي بس انما رفع سعر الدولار يمكن هم اثر. اي رفع هواية. اي كل حاجه غلت برضه. كل حاجه. اي طيب، بتعداد سكان مصر جمهوريه مصر العربيه يعني نشوف انه تعدادهم كبير، وبالتالي يعني راح تكون نسبه فقر اذا رفعوا سعر الدولار. اي في نسبه فقر كبيره هون. نعم. طيب حياتك بالعراق سولف لنا عنها، شلونها؟ شلونهم الناس وياك؟ والله الناس كلها زينه وكويسه، كلنا واحد يعني، هو الشعب العراقي والشعب المصري واحد يعني، متقربين على بعض شيء. فعلا يعني بيناتهم علاقه كانما علاقه حب ما بين الشعبين. ايه بالضبط كده. هو في نفس الوقت انا برضو اتجوزت هنا ومستقر. ايه مستقر يعني. كانت عراقيه؟ ايه. شلون الاكل العراقي باعتبار انه الزوجه هي اللي تعدل الطعام؟ هي والله بقول لك هو يعتبر واحد، الشعب واحد يعني، ما فيش فرق. يعني اعتبر انا مش متغرب يعني من بلد يعني. طيب قادر هنا نتواكب الحياة من حيث المعيشة خصوصا بعد يعني ارتفاع الاسعار اللي شهدتها يعني بغداد او العراق بسرعة؟ هي بنحاول بقى، ان لازم يعني هي الصي غصب عنك المعيشة غالية، فلازم غصب عنك لازم تستحمل وتكمل وتكمل حياتك. لازم هتعمل ايه غصب عنك؟ انت اليوم مدام اخذت من عندنا بعد، انت من عندنا. ايه واحد. ايه ايه بينا واحد. ايه ربي يحفظك. حبيبي الله يخليك. تحياتنا لاخواننا بمصر. اليوم الحلقه من الجميل انه ضاف لها الطعم المصري لاحد الاخوان اللي عاملين هنا. طبعا احنا ناكد دائما انه العماله الاجنبيه، لكن وين كان انه من غير دوله، لكن مرحب به في داخل العراق خصوصا في هذه الفتره اللي احنا نعيش فيها ضمن اللي نشوفه من المشاكل والمعاناة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا صحة. أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ والله إن شاء الله زين. السوق والله غالي. أي. اليوم سوق غالي عندك؟ غالي. غالي. أي. شنو اللي شفته مرتفع بالأسعار؟ والله يعني المخاضر بصورة عامة، الطماطة، يعني أمور الأخرى. واحد مو يفكر بس بنفسه يعني. إحنا الحمد لله والشكر أكو رواتب موظفين. بس الواحد يفكر للفقير خطيه، زين هذا منين راح يجيب؟ اذا هو كاسب او عامل، اول شيء شغل ماكو عمل، ويجي النوب يلقى الطماطه غاليه، الدجاج والسمك واللحم ما يقدر يشتري، هاي من المسلمات. رجعنا زمن الحصان. ها لا والله اتعس همه. يعني شنو اللي بقى؟
دولار صاعد، خلي ينزلوه، خلي يبيعون شوي على الشعب، خلي شوي يرفون بالفقير خطيه هذا اللي ما عنده يعني، بس الله يباوع على الله. زين وين هي الحكومه اللي تساعد ابنائها، تساعد شعبها؟ شو احنا نشوف العكس يعني، يعني كانما الحكومه ضد الشعب. فليش هذا؟ احنا عاتبنا على المسؤولين، على البرلمانيين، على الاخوه الوزراء، خلي شوي يباوعون على ناسهم، على اهلهم، يعني هم ننتخبهم ونجيبهم ونحطهم سده الحكم وتالي ضدنا كانما يشتغلون. اسال جنابك، ما اعرف انا ايش قد راتبك، ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار هل بقى راتبك هو كما هو بالرقم لكن بالقيمه اختلف؟ اكيد القيمه يعني اقل راتب انت ماخذين من عندك فد ورقه ونص ورقتين. زين هاي وين تروح المن؟ دعنا عن هسه احنا قلنا يعني احنا عندنا رواتب بس خطيه، هل فقير هاي الطبقه المعدومه يعني بالرعايه بالغيره راتبه على حطته، والفقير خطيه هذا الكاسب اللي ما عنده رعايه، هسه ورعايه وما يطونها للشعب. زين هذا الفقير اللي ما عنده وين يروح يعني؟ اذا مديده ما يتحاسب، ما يقولون هذا باق، هم خلي شويه عينهم علينا. طيب نسبه الفقر اليوم نشوفها وصلت الى 33% بعد ارتفاع سعر الدولار. السؤال يعني شنو اللي ينتظرنا اليوم حتى نعيد صرف الدولار الى ما كان؟ والله اكيد هي يراد لها يعني تكاتف السلطه التنفيذيه والتشريعيه، الشعب كذلك. هسه احنا الشعب وياهم، احنا جبناهم، احنا ننتخبهم، احنا كل شيء، بس خلي باعون علينا يعني هم شنو يريدون شنو يعني. غير هو مثل هسه الاخ السوداني من اجى رئيس وزراء، ده خلي يكسب هاي الناس خطيه، خلي يكسبها ابوي هاي الناس الى بالتالي، هم كدعايه انتخابيه هم تنتخبه نقول. والحمد لله والشكر. اغاتي اخرناك على المسواك. السلام ورحمه الله. شلون الصحه؟ يا مرحبا. الله يسعدك. الله يحفظك. سولف في السواقه بعدك. والله نسوق بالسوق تعرف انت هاي دائما السوق في صعود. نعم. والرواتب ثابته يعني هسه هم لو يقيسون من الراتب المواد تصعد المفروض يصعدون الراتب او يسيطرون على المواد. دولة ما تقدر تسيطر. تقصد انه ماكو رقابة اقتصادية تفتر على اسواق السعر. يعني قبل كنا نشوف الاسعار ثابتة من قبل الدولة. واللي يتلاعب الاسعار يحاسبوه. هسه بدون محاسبة كل من الكيف. وهذا شيء مو صحيح. الدولة اول ما تنظم الادارة مالتها، ادارة الدولة شنو ادارة الدولة شغل؟ يعني بس يومية قالوا لنا فلان باق مليارات وفلان باق مليارات، يقول قبض شنو؟ باقت مليارات، رجعت المليارات. الشعب وين؟ فكرتوا بي، فكرتوا برواتب، فكرتوا بالفقرة، ماكو هذا الشيء. دولار يصعد ينزل الدولار، دولار يكون ثابت، صعدت الدولار صعد الراتب. مثل ما انت تيجي الدولة تيجون تستفادون الخزينة الدولة، المواطن هم يريد يستفاد، يعني المواطن هم عنده عائلة وعنده أولاد كلهم طلاب كلية ومصاري، وهسه الحمد لله وشكر كل أهليات تعرفت يعني كلية أهلية دروس خصوصية أهلية. شو نظرتك للكليات والجامعات والمدارس الأهلية؟ والله المدارس الحكومية كانت قبل نسمع التربية والتعليم، هسه التربية انفقدت والتعليم انفقد. اثنين الحمد لله وشكر. بعد فارغة من المحتوى. أكيد. فالمواطن وين يلتجأ؟ للأهلي. شوية يقول بكت فيها تعليم، بكت فيها تربية. يدفع مبالغ هائلة، شو يسوي؟ من أجل ضمان مستقبل أولاده. عندك أطفال بالأهلية أو؟ أنا والله عندي أولاد كلهم كبار. كليات. كلهم فلوس طبعًا. قد تدفع لهم يعني؟ وصل عندي لا في الاعداديه وحكومي بس ياخذ محاضرات تعرف يعني يدخل معاهد جسم يعني ما يقدر يعني لازم يشيل ما يتقوى الطالب يعني التدريس صار ضعيف 100% ضعيف. والمدرس بصراحه قام ما يدرس اذا ما تدخل يا مدرس خصوصي يعني مو احتراماتنا يعني والكل البعض خلينا نقول فاحنا نحكي السلبيات يعني الموجوده الطائفه بالمجتمع فهاي لازم دراسه الدوله الدولة أول ما يعني كل وزارة بوزارة الله يعني سواء ما معقول أكو وزير ومستشار ومعاون يعني هذول ما أسعنا المواطنين أسعنا نقعد نحله أي شيء ستريدنا نحلك يعني خدمات الصحة الداخلية الدفاع الزراعة يعني كسر نقعد ورقة وقلم نوجد حلول خلال خمس دقائق يعني مستحيل ماكو حلول على الأقل على الورق وبعدين وراها نطلع ممكن كل شيء يصير بس صدقني هاي الحكومة وكل الحكومات اللي جت ما فكرت بالشعب أول ما فكروا بالكرسي وشلون يشتري فيلا وشلون يصعد والحمايات واولاده وين ما يصير يعني انت شوي لو ترجع الواقع كنت وين كنتوا؟ هم كنتوا بهذا المجتمع كما كنا ستكونون هسه احنا مرات هسه متقاعدين اكو مقوله لاحد الاشخاص يقول لو دامت لغيرك ما وصلت اكيد اكيد احنا اين الملوك اين الرؤساء اين حكام كثير احنا كان الحكم اللي عاصرنا حكم هدام نقول هسه طول اكثر حكم راح
انتوا جيتوا غير تصيرون افضل. زين هو الناس قامت ترجع تقول ذاك افضل. لا يعني هسه كانت حصه التموينيه 14 ماده، من هذول جو سوا يمكن اربع مادات لو ثلاثه، شنو سويت؟ لازم تكونون افضل، خاطر الشعب لا يرجع يقول ذاك احسن. انتوا خلصتوا قلتوا هذاك دكتاتور وحكم قاسي وظالم. طيب انتوا ظلمتوا بطريقه اخرى، ذاك كان يظلم يجوز اعدامات وسجون، وانتوا ظلمتوا مجاعه. مجاعه الامام علي عليه السلام يقول لو كان الفقر رجل قتلته. يعني هاي الناس انا قلت لا تنحرف على موت، انت الفقير ترى صدقني من يشوف ما عنده ينحرف، يعني يحاول يسرق يحاول يغش من اجل. بالتالي شفنا انه الجريمه المنظمه انتشرت، المخدرات انتشرت، الاميه انتشرت، ونشوف هسه حتى عماله الاطفال اللي دا نشوفها حتى بهذا السوق. صدقني يصير فلتان. شوف المواطن اذا جات قطعه ارض واذا جات عين ما يفكر بغير امور اخرى، يفكر فقط بمعيشة أولاده ويرتبهم. بس إذا هاي ما عنده لا سكن لا تعيين طبعاً راح يفكر بأمور أخرى، وممكن يروح يصير داعش. يعني أنتوا ليش تخلون تغلى بعض المجاميع الإرهابية تخلون الضعفاء، وحتى حشاك يعني النساء تروح تنحرف. هاي تعال شوف مقاهي وكوفي شوب، ليش هيجي دولة يفترض عليها تبدي من فوق، يعني من كل الشرائح نظم يعني هسه بس هم عندهم بس شلون سرقة المليارات وش يعني انتم من سرق المليار فقير لو انتم صدقني هم ما بعضهم كلهم رؤساء كبار بالدوله ماكو حساب مع الاسف. يعني احنا نتمنى وين ساكن جنابك؟ بغداد الجديده. اريد اسالك عن احوال بغداد الجديده بصوره عامه، خدماتها، الشوارع اذا كانت معبده او لا، الكهرباء. والله هي كانت حقيقه كانت متعبه، بس هسه بدوا يعني بلطوا شويه، اذا اكو اعمار نشوف. بس نتمنى من المواطن هم يكون يتعاون. يعني انا مرات دائما نحكي نقول كذا دوله هي هيك مسيطره، مو هيك. انت بصراحه تكرم المجاري، يعني معقول اجل امريكي سدها لو الدوله الاخرى سدتها؟ المواطن انت لازم هاي المجاري لك انت تنظفها تحافظ عليها. ماكو هاي الشعور شويه، المواطن ما عنده شعور. بس لفايات بالشارع هسه احنا هاي يعني اربيل يعني مو بعيده، هي العراق بتنظموا نفسهم صار. احنا ما كل الدول منظمه، يعني سوينا تروح اي دوله ما ممكن واحد يوصل يحاسب ويغرم. ليش احنا ما نسويش؟ ليش نباوع على غيرنا؟ احنا ننظم نفسنا، المواطن هم يتعاون لازم بصراحه. يعني انا ايش نسوي؟ هاي بلد مالتنا واعرف سبحان الله. بس اهونا العراقيين. اي والله خلصناها اهونا. انا ممنون، شكرا جزيلا لك، اتمنى لك الموفقين. فعلا مثل ما قال الاخ ضروره انه ان تتكاتف الايادي، يعني بالمثل العراقي اليد الواحده لا تصفق. فبالتالي اليوم احنا بحاجه الى تكاتف ما بين الناس وما بين الحكومه والمسؤول. السلام عليكم. السلام. شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. صباحكم الله بالخير. ان شاء الله بخير. والله بخير، انتم بخير. ممكن انه تفضل لي طبعا. عيوني لك. شلون السوق اليوم؟ والله السوق غالي والله. غالي. غالي والله. يعني بس نقول ربي الله يساعد الفقير. اي والله الله يساعد. يقدر الفقير يشتري بهذا السوق بهذا الغلاء اللي دا نشوفه؟ والله نقول لما قلت لك اياه من البدايه الله يعينه. الله يعينه. الله يعينه ان شاء الله. طيب شنو اللي شفته غالي؟ شنو شفته انه ممكن اليوم راح تستثني ما راح تقدر؟ يعني ما لا يعني دا اقول لك شوي اللي عنده يعني دا ياخذ، بس الفقير يمشي اموره يعني يسهل اموره. يعني طماطه 1000 وربع 1000 ونص. طيب واحد من مثل هذه الاسواق تكون يفترض انه تكون هي رخيصه. بالضبط هسه منطقه شعبيه. احنا امنا اكو دكاكين مخضر موجوده، بس نقول نجي للسوق شويه انسب واصرف وانظف وتلقط بيدك، بس غالي يعني. يعني حاله بالدكاكين اليم. تضطر انه تشتري من اليم اقرب. بالضبط. يعني اريد اسالك على الخدمات بمنطقتكم، يا منطقه ساكنه؟ انا بالغدير منطقتنا. شلون الخدمات يمكم من ناحيه الشوارع؟ والله تعبانه. عندنا بلطونا اياها من العام شهر 11 بدوا بيها، وجوا هسه شهر يا دوب بلطوها، بس تبليطهم موشي يعني فاشل. تكرم الصحيات المجاري كلها مو زين، مو مستوى المطلوب. طيب ما حاولتوا انه تناشدون البلديه او مثلا؟ ناشدنا، وحتى المكاتب مجلس النواب مراجعنا، يعني مو بس ماكو فايده. استغرب على هذا العمل، انت اشتغلت ليش ما تشتغل؟ استاذي هو مو بس هم هذا، البلد هو كله هيك للاسوء. فضل الله الحمد لله. الحمد لله. عيني فرصه اخرتك انا ممنون من عندك. الله يوفقك. السلام عليكم. اليوم بالحديث عن هذا الموضوع، موضوع الخدمات وموضوع ما تعاني بعض الدوائر الخدميه من
الخدمات وبعض المناطق اللي اليوم نشوف الخدمات فيها أشبه بالمنتهية ومهملة. السلام عليكم. سلام. شلونك عمو؟ أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الحمد لله والشكر. تفضل لي هنا حتى بس القريب. شلون تشوف اليوم السوق؟ شلون الأسعار؟ والله السوق متقلب حسب الأسعار، اليوم زينة يعني كل زينة، بس الطماطم اليوم شوية مرتفعة. ليش الطماطم تبيعون؟ 1500. 1500. بدأت تصعد. بارحة واليوم بدأت تصعد. قبل ثلاث أمس كانت 1400 في أحد الأسواق. قبل ثلاث أربع أيام 750 أو 1000 يعني هذا السوق. زين مش عجب هذا الصعود اللي نشوفه لأنه مستوردة يعني مثلاً لو شنو؟ لا لا. عراقية بس الظاهر مخزنة بالمخازن لأن نجيبها باردة الصبح ثلج. إذن مخزنة. مخزنة طبعاً عراقية. جنابك يمكن قدرت تسوق، طيب الفقير شلون ممكن إنه يسوق بهذا الغرض؟ هي هاي المشكلة يعني المشكلة الفقير شلون ده يعيش إنه من يحاسب حسابه شكل يروح للسوق يلقى شكل آخر يتفاجأ بالتأكيد، وعليه المفروض انه المراقبه على الاسعار يوم بيومه يعني ما تنتظر السوق ما يترك، اذا ترك يوم واحد يختلف السعر. المفروض اكو موضوع تكافل اجتماعي بينكم كاهالي مناطق سواء كانت بغداد الجديده او المناطق القريبه، اكو موضوع تكافل اجتماعي تساعدون الفقراء بينهم؟ والله لابد ان يكون موجود هذا الشيء. لا لا, لا موجود يعني موجود. بس انا مثلا ما اعرف انه جاري ساعد مكان اخر، شو معرف لي هاي الشغلة دائما تصير شلون الذي ينفقون في السراء يعني في الخفاء أو في العلانية. بالضبط. أنا أتمنى إنه يكون أكو تعاون حتى نقدر على الأقل ننعش الفقر. إن شاء الله. والله التعاون أولا شغلة دينية التعاون، بعدين شغلة إنسانية، بعدين شغلة إمكانية. يعني عندي ديني أمرني أنا أتعاون، لكن ما عندي إمكانية، شخص آخر عنده إمكانية، التعاون حسب الإمكانية ودينه و كل من على قد حاله. انا اتمنى لك الموفقين. شكرا لك. شكرا لك. نكمل اليوم حلقتنا ضمن بغداد الجديده. طبعا موضوع التكافل الاجتماعي ضروره من الضرورات اللي ممكن انه تنعش المجتمع، تغنينا عن هواي مسائل، نتحدث عن يعني الحالات الاجراميه او بعض الحوادث اللي نمر بها بسبب حالات الفقر، ايضا عماله الاطفال اللي احنا نمر بها. ذن الأمور كلها ممكن أنه تغنينا إذا لو كان أكو تكافل اجتماعي، يكون الاعتماد كامل على الحكومة وعلى إدارة الدولة على اعتبار أنه الأمر أصبح ميؤوس من عنده. السلام عليكم. شلونك عمو؟ يا عمو شلون الصحة؟ الله يخليك. إن شاء الله بخير. إن شاء الله. الله يحفظك. شلون السوق بشر السوق؟ إن شاء الله خير. لا زين إن شاء الله. غالي رخيص؟ لا بغاية جديدة زين. زين يعني مناسب. من يوم منطقة تجي؟ ها أنا من الغدير. من الغدير. من الغدير بغداد جيت. أي دائما أنا هنا. صبح وعصر. زين كل يومية لو كل أسبوع؟ لا لأن كل يوم بين يوم ويوم متقاعد أتمشى. يعطيك الصحة. الله يخليك. شو أنا راتبك التقاعد؟ والله موشي. موشي. يعني تقريبا 40% 45% قطعوا. إيه قطعوا من عندي. ماخذ سلفة لو شنو؟ والله شو ماخذ سلفة مال بناء. يعني أخذوا من عندي تقريبا 22 مليون فائدة. اي يعني 50 مليون صار 72 اكثر. اي والله يعني 8% وانت على 10 سنوات وهم طلعوني تقاعد قبل 3 سنوات يعني اضطريت انا اتداين لان طلعت تقاعد لازم اوفي. لازم تكمل بيتك ايضا ما لحقت تكمله؟ لا انا ان شاء الله مكمل يعني ان شاء الله حاضر. اي حاضر. طيب اريد اسالك دا يكفي راتبك التقاعدي للمعيشه اللي احنا نعيشها؟ لا والله ما يكفي بصراحه لان انا مريض جوايدين الطبيب يعني بين مده ومده جوايدين الطبيب دائما والله. باعتبارك مصادق الاطباء والله يبعدك ان شاء الله عنهم، شلون هالاسعار هناك تعاملات الطبيب غالية. بالمستشفى افضل الحكوميه لو تروح للعياده الخاصه؟ هو طبعا بالعياده الخاصه احسن لان ما حد يهتم بيك. المستشفى ماكو اهتمام. ايش قد تدفع للطبيب؟ اقول لك ليش؟ لان يقول لك انت مراجعين هوايه. بالحكومي يقول لك مراجعين هوايه. يعني تضطرون تروحون للعياده. اي لان يعني حتى تفتي مش عندك ما عندك تاخذ وتعطي ويا الطبيب. ايش قد كشفيه الطبيب لتروح؟ والله انا يمكن 35. 35. ويعني اخذت هاي يسموه تخطيط وايكو. وهذا مال هونر ما شي يسموه لا هونر هاي مال شلون تتحمل ما جهد كلف عليه 135000. هاي كلش قد تروح له انت؟ والله صار مرتين رحت له. مرتين
اي الله يبعدك ان شاء الله عنه، خصوصا هاي المصاريف شوفها غاليه 135 طبعا. اي لان انا متقاعد ما عندي يعني راتب غيره او مورد غيره. اشكرك شكرا جزيلا، يعطيك الصحة والعافية حجنا. اقول لك شيء واحد ما يمر عليك ظالم، اذا تسمح لي احكي. اي والله هاي الحكومة الجاية اشوفها همت ما بيها خير. ليش؟ ما مبينة والله شكلها ما بيها. شكلها ما مبين من قراراتها من سواتها. ها قرارات يعني مش باهتة. مو قرارات قوية. لو كنت انت اليوم مو ينزل للساحة. لو كنت انت اليوم بمصدر القرار او بمكان القرار، خلينا نفرض مكانك مكان اي وزير او رئيس وزراء، كيف ممكن انه تتخذ القرارات؟ خلينا نعلمهم. ها شو اقول لك يعني والله يعني اول شيء اجي على الطبقه المسحوقه. ها هي هاي اذا اهتميت بيها باقي الطبقات من كيف هي 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 عادله، بس انا سنقين ما يهتمني يعني زاد السعر نقص السعر ما اهتم، بينما انا الطبقه الواطئه اذا رتبت امورها وسويتها بعد يعني الامور تصير سهله، صح ولا غلط؟ ممكن انه تقضي على هواي امور قبل شوي ذكرتها. عافيه اي عافيه. وهاي نشوف الشباب كلهم بطاله لا يستغلونهم هاي الاراضي الزراعيه اللي عندنا الكومه، استغل الشباب اعطيه راتب احسن ما تاخذه جندي. خليه يزرع. جندي يسيام هاي عقليه مال الحرب العالميه الاولى يستعملوهن يسيام الى الوراء دور ما تفك الخبز مو؟ يعني شو يعني انت وانا تعلمنا يسيم شنو نتيجته؟ اعطيني نتيجه. ما بس ويا من تحكي ويا من تقول هي. انا اشكرك على وجهه نظرك الصريحه، شكرا جزيلا، تشرف لما عرفتك. يا اهلا وسهلا. مثل ما ذكر الاخ من الافضل انه بدل انه نستقطبهم في التجنيد الالزام ممكن انه نستغلهم في احياء المصانع والمتاجر وايضا المعامل، ايضا احياء الاراضي الزراعيه لربما المهمله خصوصا بعد الفترات الاخيره اللي عشناها وايضا الحروب اللي دخلنا بيها. من الافضل اليوم ان نتجه الى الزراعه والصناعه. وجود الزراعه والصناعه بهذا الوقت لربما هو من الافرض ومن الواجب انه ايضا انه ندخل في هذا السياق خصوصا في هذا الظروف اللي احنا نمر بها واللي احنا نعيشها. نتمنى انه يكون ان وجهه نظر بهذا الموضوع ونستغل الطاقات الشبابيه على اعتبار انه احنا عندنا ثروات كبيره ممكن انه احنا اليوم نستغلها. السلام عليكم، شلونك عمي الغالي؟ ممكن تتفضل لي؟ يا الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سولف لي شلون السوق؟ والله السوق تعبان، اسعار تعبانه. مو بالمستوى؟ لا بالمستوى، لان الظروف تعبانه. ماكو استقرار بالبلد. القابلية الشرائية قلت عندكم لو أسعاركم فعلا مرتفعة؟ لا لا القلة الشرائية من ماكو عمل، ماكو بطالة هواي، هي ماكو اهتمام يعني شلون تقول ماكو، ما حد يحسب للوضع مالنا. شنو اللي عندك مستورد شنو عندك محلي؟ عندنا البرتقال الرمان هذا، عندنا عراق رانج عراقي، هذا سوري، هذا مصري، هذا تركي، يعني ما عندنا قليل عراقي. برأيك ممكن انه نستغل الطاقات الشابة اليوم بدل تجنيد الإلزام ممكن انه نخليهم بالمصانع والمعامل، ممكن انه نعطيهم يعني اراضي زراعية يستحصنوها؟ يقدرون يستغلون هالوضعية، يقدرون يستغلونها. ليش؟ افضل 100 مرة. احنا الجيش واي عندنا، واي واي خدمة الزامين من جيش وشرطة هو فوق الفاضي، ايش عندنا احنا؟ امور استقرت ان شاء الله، امور استقرت بس هيجي. يعني انت بدل ما يفتح مشاريع افتح المصانع، بدل ما خلينا البلد جامد حرك الامور شويه. ايضا اريد اسالك على الخدمات اللي موجوده هنا ببغداد جديده، وين ساكن جناب؟ هنا بغداد جيب نفس النعيم. يعني خدمات زينه، يعني ايش عندنا؟ كهرباء شو مبينه؟ يعني ايش عندنا؟ اي ماكو امل، بعد شنو الخدمات؟ الشكوى لله نقول. اكيد طبعا شكرا لك. خدمتك. اهلا. تقريبا اكو اجماع على انه رغبه انه بدل انه يكون هنالك تجنيد الزامي، حاله التجنيد الالزامي ممكن انه راح تكلف الدوله مبالغ كرواتب للمجندين او المتطوعين بالاضافه الى ماكلهم ومشربهم وملبسهم، وبالتالي هذه كلها مصاريف كبيره ممكن انه احنا راح نعيشها واللي راح نمر بها وراح نتصرفها الدوله في سبيل معين. السلام عليكم. شلون اخوي؟ يعني الله يساعدك. شلون اسمك؟ حياك الله. سولف لي شلون الشغل اليوم؟ والله شوف ما هذا من نادي الدهر. بعت لك شيء بعدك؟ بعت 1000 ونص. بعت لك اي والله.
ليش وقت راح تبقى بهذا السوق؟ من هذين ثلاثة. اي. ورا الثالث انسحب. اي والله. منين وجاي هنا؟ من يا منطقة؟ وين ساكن؟ بالفني مال عبيدي. وين؟ بالعبيدي. بالعبيدي. اي. شلون العبيدي؟ زينة؟ لا والله أمانة مو زينة. خدماتها مو زينة؟ اي والله. تعبانة. اي والله. زين. ايش قد طلع بهاي الشغلة مالتك؟ والله مو سوى. ما يصور بهم خاصة. اجيب بهم مواد. وبدنا اي والله ملابس ما عندنا وجهالي ما عندهم وبيت ما مسوي وسحب منا طفى علينا وبدنا ما عندنا يوم اجي يوم اجي يوم تجي يوم اي والله زين يوم اللي ما تجي شلون تقدر تعيش؟ شو تسوي؟ الله تعيش. اجي من العالم اي والله شلون توفي هذا الدين اذا انت ما تقدر تشتغل؟ من فين ما مو وايد مو وايد اي بس ريادوب قوت جهالك جهال والله ما عندهم هم يطلعون ويجون والله يطلعون ويجون زين ايش عجب ما عندك راتب مال رعايه؟ ما عندي والله مليون من هنا ووجع قدمت على راتب رعايه وما انطوك؟ لا والله ما رايح ما رايح اي والله ايش عجب ما رايح؟ لازم تروح تراجع على الاقل حتى اذا جتك 150 ممكن تفيدك لا صحيح والله اي ما ابي فور وما اشوف بعد والله انا انصحك انه تروح لوزاره العمل وان شاء الله هم ما يقصرون لا من صحيح عمي وياك وليش تحتاج ابن اخوتك؟ سامعين ان شاء الله ما نقصر وياك السلام عليكم سيدنا شلونك؟ اهلا وسهلا اخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير ان شاء الله بخير شو انت تشوف السوق تعبان غالي اشوفه فارغ ها عند اشوفه فارغ يعني انت مالك شغله انه فارغ بشر يعني اذا هو غالي سوقه غالي يعني انت من يرخص هسه السوق من يرخص ها والشغل موجود متوفر العالم تشوف هنا كرضه ازدحام صح لو لا لان غالي شوفه فارغ يا ساكن جد اباو علي غالي ما اقدر اشتري انت جاي تسوق جاي اسوق ما اقدر اشتري شفت كل شيء مو مناسب ويا الامكانيه الماليه انت حكيت رحم الله والديك ما كل شيء مو مناسب ويا الماده ويا اللي يعني تطلع انت اي ويا القابليه تطلع بالشغل انا سايق تاكسي يعني من الصبح لسه حصلت لي كروب 5000 شو اريد اسوق بيها من الصبح طلعت بالستة ها رحت لذاك الصوب ساعتين ثلاث ساعات يلا وصلت الكروه ورجعت. عمار اسالك باعتبارك انت مختص بهذا الموضوع كسائق سياره. شو انت تشوف الازدحامات؟ شنو السبب؟ انا بدي اقول لك طلعت بالسته. نعم. يعني انا كروه ماخذها ب 10000 ذاك الصوب للمنصور. ثلاث ساعات ساعتين ونص يعني طلعت من هنا عز زعفرانيه ازدحام. بين ما عبرت على ذاك الصوب طلعت على قولي على ابو طابقين ازدحام. صح لو لا عبرت على اليمين على المعلق ازدحام يعني انت توصلي خسرت لو ربحت هسه انت صرفت بنزين اكثر من فلوسك هسه انت تحكي يعني للمنصور ساعتين ونص لو رايح للحله اقرب لي والله لا رايح للمحافظات اقرب كنت تسوق ما فكرت في يوم قلت شنو سبب هاي الازدحامات شلون ممكن نعالج هاي المشكله احنا نريد نوصل رساله انه مثلا احنا بدنا نفكر لا اكو انفاق اخترعوا نعم هسه اترك ما تسوي جسر تسوي جسور غاليه تكلف نعم صح لو لا؟ يعني تسوي نفق هذا حفر ما يختصر يصرف مثل الجسر ويراد له هندسه ويراد له صح سوي انفاق يعني عندك انت اليابان وعندك الدول سوت انفاق بالبحار احنا نفق على القع العادله ما نقدر نسوي صح لو لا؟ مو صعبه هسه لا تسوي جسر افتح شوارع عندك المعسكر ليش متروك تحول من معسكر الى طمر صحي ليش صح لو لا معسكر ابني بيه اسوي بيه اسوي شوارع بيه ماكو يعني ملتهين انا احكيها صراحه ملتهين بس بالبوك من اجوا لحد الان شنو اللي سووه يعني املونا اول ما اجوا اشكال املوا قلت هاي انا انتعشت راح اصير اكثر من اوروبا احنا رجعنا 20 سنة 30 سنة اللي ورا صح لو لا ما سووا لك شيء يعني ما عاد هسه العالم كلها ثقة بأي حكومة تجي ما عادها ثقة لأن يعني يا هل يجيك فاسد يا هل يجيك فاسد بعد منه الفاسد من يقول لك فاسد بعد منه الزين بيكم يطلع لك بالتلفزيون يقول لك فلان فاسد ما يجيب لك الاسم فاسدين منه بعد منه من الخير اللي يجي عينه على البلد هذا عيني على هالبلد يتعب تعبنا احنا يعني الناس تعبت انت كشاب هسه ليش تطلع برا؟ لان ماكو شغل
صح لو لا؟ يرادك زواج وتكوين عائلة، شلون؟ غير تجي تتوفر المادة تتوفر الشغل، ما تقدر. باع سوق فارغ، طبي فارغ، زين نسوان. والله أنا أشايف ناس تأكل قامت من الزبالة، مع الأسف. والله من الزبالة، امشي أنا أوديك ناس تأكل من الزبالة. يعني هذا البلد أبو الخير أبو النفط، وطنه يأكل من الزبالة مواطنين. وأوديك أوديك العمان، سنتين أنا بعمان، هاي الطماطة شوية بس تتلف، صناديق يذبوها يذبوها، والله ما حاجة تسوق. أبغى عليهم ليه؟ شنو الفرق إحنا؟ صحيح فعلا كلامك صحيح. زين أنا أشكرك. عيوني الله يرضى عليك. تمام. السلام عليكم. شلونكم عمي؟ شلون صحة؟ شلون أخباركم؟ الله يخليك وبارك بيك. سولف لي سوقت بعدك. شو أسوق عمي؟ كيلو طماطة بألف ونص، كيلو خيار بألف، كيلو بصل بألف، يعني هسه الفقير وين يروح؟ وين؟ غلاء فاحش اكو بالأسعار. غلاء جدا فاحش. ليش؟ سببها ماكو، يعني الدولة المفروض توضع تسعيرة، المفروض يعني توضع حد لاستيراد المواد، يعني ماكو، هسه مخلين كل واحد بكيفه. يعني هسه البقال مو صوته الرجال، البقال يروح للعلوة يقاه طماطة، يعني هسه هو اليوم أنا طبعاً أحكي وياك صاحب مطعم ويوميا أسوق لي حوالي 50-60 كيلو طماطم. هسه مني جيت زين، أنا سعر اللفة مالتي هي محددة، يعني بيوم مثلاً الطماطم 500 أنا مثلاً زين الأمور، بس البارحة أخذتها بألف، اليوم هسه يقول لي بألف ونص، البصل البارحة بسبعمية وخمسين اليوم بألف. تشتري من مكان يفترض أنه يكون هو رخيص. تمام لو لا، بس احنا هسه مو نحكي على نفسنا، احنا نحكي على الناس اللي محدودة الدخل، اللي ما عنده، اللي هسه انا متأكد 100% اكو نسوان يجن بس تسأل بيش طماطة، يقولها بألف ونص تدير وجهها وترجع، هي جايبت لها جزوها 5000 لو 10000 دينار، يعني على اساس تشتري طماطم وتشتري بصل وتشتري لها يمكن وصلت لحم، تشتري لها مثلا فخذ دجاج، تشتري لها كذا من تجي، اذا بس كيلو طماطم ب 3000 دينار. بالمناسبه انت شخصيا ما تقدر ترفع اسعار اللفات حتى كسعر. ما نقدر احنا انا مو دا احكي عن نفسي، انا دا احكي الله وكيلك يعني بصوره عامه، دا يعني اعبر عن رايي على مود هاي الناس الفقره اللي ما دخلها محدود وما تقدر. الدوله المفروض مثلا شوف هسه مثلا هذا البصل ما موجود يعني بالبلد، ماكو يعني هسه زراعته، المفروض يعني يستوردون مثلا من 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 الدول المجاوره ويشوفوه من هناك، مثلا يجيب البقال يشوف بيش جايبه، بيش مستورد البصل مثلا فرضنا ب 400، الدوله مثلا تقول له تبيع ب 500 او بيع ب 600 او بيع ب 700، مو هو يروح للعلوه يلقى غالي، يعني من بده يتحكم بيده؟ يتحكمون بها التجار هسه، التاجر هسه صدقني اذا يجيبه بربع دينار بس ماكو هو قليل، لان هذا عرض طلع عرض وطلب، هو من يشوف ماكو قليل هو راح يزيد كيفه السعر اللي يريد يخليه. ماكو رقابه ماكو، فنسلم الدوله ان توضع حد لهذا الشيء وتراعي المواطنين الفقره اللي ما عندهم دخلهم محدود، ونسال الله ان يبارك بيكم وبيهم وجزيل الشكر حبيبي. اي والله ممنون. شكرا لك. شكرا لك سادة المشاهدين، وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا اليوم ضمن ما نشوفه، وكنا نتمنى مثل ما ذكرنا انه يكون الختام مسك، لكن الختام معاناة، مشاكل، هموم للمواطن. اليوم اصبح كيلو الطماطم هو يقارب سعره دولار واحد، وبالتالي انا افترض انه يكون بدل ما يكون عندنا بترو دولار يكون بترو طماطم، على اعتبار انه اليوم الغلاء الفاحش اليوم اللي احنا دنمر به، حالة الفقير اللي دا يعيش بها. ذكر الاخ قبل قليل انه اكو ناس تاكل تكرمون من النفايات من بقايا الطعام اللي موجوده في بلد نفطي، موازنته كذا مليار كذا تريليون، خزينته مليئه بالذهب. نسال ما الداعي من وجود الاموال بالخزان والفقير ياكل من النفايات؟ نسال ما الداعي اليوم من وجود الحمايات وارتال الجكسارات والفقير ياكل من النفايات؟ كل هذه الاسئله لربما تجيب عليها يفترض الجهات ذات العلاقه. سمعنا وعودكم الانتخابيه قبل الانتخابات، اريد من عندكم تنفيذ، سمعنا تغريداتكم شفناهن قريناهن وكلها تاملت خير
وجود هذه الطبقة السياسية قبل هذه الأحداث نتحدث عن البعض من عندهم، لكن ما نشوفه اليوم وما يعيش الفقير وما يلمسه هو سوء تخطيط وإدارة بالدولة، وهذا ناتج عن عدم وجود رقابة على أصحاب المحلات التجارية، على أصحاب العلوات، عدم وجود تسعيرة ثابتة تفرضها الجهات المعنية سواء كانت من وزارة التجارة أو وزارة الزراعة أو النقابات المعنية. إضافة إلى هذا الموضوع، مو فقط بالموضوع الغذائية وموضوع التجارة والزراعة، أيضا الغلاء الفاحش في تسعيرة كشفية الأطباء وأيضا راتشيتات الدواء ممكن أو فاتورة الدواء اليوم اللي تصل إلى مبالغ خيالية تصل إلى 200 و300 ألف دينار، وأن الرقابة من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وبقية الجهات ذات العلاقة حتى وزارة الصحة هي معنية بهذا الموضوع. وبالتالي هذه المناشدات نرسلها احنا يوميا، لكن نتمنى أن تكون هنالك آذان صاغية بدل أن يكون في آذانهم صمام. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل حتى نلتقيكم في حلقات أخرى على الخنا، أسعدكم الله.